بسم الله، هنتكلم ان شاء الله عن التريتمنت بتاع برونكي الازمه. اول حاجه الجنرال، هنعمل ايه في الجنرال؟ اولا افويد اكسبوجر، يعني مثلا عنده حساسيه ضد مثلا التراب او الهوز الاستمايد، حساسيه ضد الموز، الفراوله، الشوكولاته، تبعد عن الحاجه اللي بتعمل لها حساسيه. تمام. طيب نعالج الشست انفكشن. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بتسبب او بتريجر الامين ريسبونس زي الفايرال انفكشن او الريسبيراتوري انفكشن زي الفايرال انفكشن، فانا بالتالي اعالج الانفكشن دي. طيب سايكوثيرابي وامينوثيرابي. الاميونوثيرابي انا بعمل ايه؟ انا بعمل حاجه اسمها الهايبو سنسيتيزيشن. يعني ايه؟ انا بعود الجسم على الالرجين. يعني مثلا واحد عنده حساسيه ضد الموز، انا بقى اجيب الالرجين بتاع الموز ده وابدا احقنه جراديولي، احقنه بالتدريج بجرعات صغيره بالتدريج، بحيث ان الجسم ياخد على الالرجين ده، بحيث لما يتعرض ليه ما يعملش رد فعل حساسيه ضده. يعني ايه؟ قال لك حاجه شبه التولرنس بتاع الدواء كده، يبدا الجسم يتعود على الدواء ده. برضه نفس الحكايه، الجسم بيبدا يتعود على الارجين ده. طب انا استفدت ايه؟ قال لك بالاميونوثيرابي ده لما اعمل هايبو سنسيتيزيشن انا بنتج اميونوجلوبين من نوع اميونوجلوبين جي. طيب احنا قلنا الاميونوجلوبين اللي بيتكون في حاله البرونكي الازمه من نوع اميونوجلوبين اي. تمام. هنا الاميونوجلوبين اللي بيتكون من جلوبين جي هيعمل ايه بقى؟ هيروح ماسك في الاميونوجلوبين اي، هيمسك فيه ويمنع ان هو يمنع الباثوجينيسيس بتاع برونكي الازمه، ويمنع البايندنج بتاع الميندول اي مع الماسل سيلز، فيمنع الديجي ريجوليشن، فيمنع الازمه. يبقى كده باختصار، انا الاميونوثيرابي ده انا بدي جرعات صغيره من الانتيجين اللي عنده حساسيه، تمام، بحيث ان الجسم يتعود عليه، يبدا يكون ضده من جلوبين جي، يمسك في الميندول اي، فيمنع الباثوجينيسيس بتاع برونكي الازمه. السبيسيفيك، السبيسيفيك دلوقتي مثلا دلوقتي برونكاي ضيقه، انا عايز اوسعها، يبقى هدي حاجات توسع وحاجات تمنع الضيق، حاجات تعمل ايه برونكو دايلاتيشن وحاجات انتي برونكوسباسم. تمام. طيب واحده واحده كده، ايه اللي ممكن يوسع؟ قال لك اللي ممكن يوسع ماده اسمها السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي انا عايزه يزيد، انا عايز ازود السايكليك اي ام بي. تمام. ماشي، ازوده بحاجتين، يا اما حاجه تزود تركيزه او تزود تكوينه، يعني increase the formation of cyclic AMP، increase the formation of cyclic AMP. تمام. يا اما حاجات بايديه بتمنع تكسيره. طيب انكريس الفورميشن، الحاجات اللي بتزود السايكليك اي ام بي حاجه اسمها البيتا اجونست، البيتا اجونست. طيب الحاجات اللي بتمنع تكسير السايكليك اي ام بي اسمها الفوسفودايستريز انهبيتورز اللي اسمها زانسينز. يبقى تاني كده، انا عايز اوسع، اعمل دايلاتيشن وامنع السبازم. تاني يبقى اعمل ايه؟ هعمل دايلاتيشن. ايه الماده اللي بتوسع السايكليك اي ام بي؟ فانا عايز ازود تركيز السايكليك اي ام بي، هزود تكوين السايكليك اي ام بي، هزود الفورميشن بتاعه عن طريق البيتا اجونست، وهمنع تكسيره عن طريق الفوسفودايستريز انهبيتورز اللي هي الزانسينز. تمام. وهدي كورتيكوسترويد عشان يقلل الانفلاميشن ويقلل الايديم. تمام. وهدي حاجات تمنع البرونكوسبازم. هو مين اللي بيعمل برونكوسبازم؟ الماسكارينيك ريسبتور بتاع باراسمباثيتك، مش احنا قلنا الفيجل تون؟ الفيجل تون بيعمل ايه؟ بيعمل برونكوسبازم. فانا هقفل الماسكارينيك ريسبتور، فهدي التروبين سبستيتيوت يقفل الماسكارينيك ريسبتور فيمنع لي البرونكوسبازم. كمان ايه؟ مش احنا قلنا الميديتورز اللي طالعه من المصل سيل هي دي اللي بتعمل برونكوسبازم؟ هنمنع تكوين الميديتور دي، امنع تكوين الميديتور، يا اما ادي حاجات بتبلوك الريسبتور بتاعت الهستامين، يعني مثلا انتي ليوكوترين او انتي هيستامينيك ريسبتورز، يا اما امنع الديجي ريجوليشن من البدايه، ادي حاجات تحوط المصل سيل بنسميها المصل سيل ستابلايزر، بامنع الديجي ريجوليشن. يبقى تاني كده، انا هوسع ببرونكو دايلاتيشن، وهمنع البرونكوسباسم، وهمنع الميديت، يا اما بالجلوكو ريسبتورز، يا اما احوط المصل سيلز عشان امنع الديجي ريجوليشن، يا اما همسك في الانتي بودي، همسك في الاميونوجلوبين اي، فهدي انتي انتي بودي عشان يمنع البايندنج بتاع الاميونوجلوبين اي مع مين؟ مع المصل سيلز. يبقى تاني كده، اول حاجه انا هزود تكوين السايكليك ام بي عن طريق حاجه اسمها البيتا اجونست. البيتا اجونست في سيلكتيف ونان سيلكتيف. يعني ايه سيلكتيف؟ احنا قلنا البيتا ريسبتور دي انواع، في بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. البيتا 1 موجود على الهارت، البيتا 2 موجود عليه على برونكاي، فانا هدي سيلكتيف شغال على بيتا 2 ريسبتورز اللي موجود على برونكاي، مالهاش دعوه بالهارت. تمام. قال لك زي مين؟ زي حاجه اسمها السالبيوتامول او التربيوتالين او السالميتيرول. في حاجات شورت اكتنج، شورت اكتنج بنسميها الشورت اكتنج بيتا اجونست او السابا. تمام. في حاجات لونج زي مين؟ زي السالبيوتامول. طيب في حاجات لونج اكتنج بيتا اجونست بنسميها اللابا، زي مين؟ زي السالميتيرول. طيب النون سيلكتيف زي مين؟ زي الادرينالين، الايزوبرينالين، الافيدرين. الادرينالين بديه سبكوتينيوس، الايزوبرينالين بديه سبكوتينيوس او انهاليشن سبلينجوال او انهاليشن. طيب الافيدرين بديه اورال. طيب النون سيلكتيف دي ممكن تعمل السايد افكت بتاع بيتا بلوكر زي الاريثميا، زي مثلا ايه التريمورز، ماسك مانيفستيشن بتاع الهيبوكاليسيميا، الحاجات بتاعت ايه البيتا بلوكر.
تمام. في حاجه سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت، يعني ايه؟ مش معنى ان بيتا اجونست دي ان السيلكتيفيتي شغال على بيتا 2 بس، ده معناها انها ما لهاش سايد افكت. ممكن لما زود الجرعه بتاعت البيتا بتاعت البيتا اجونست بيتا 2 اجونست، النون سيلكتيفيتي بتاعتها تتلغي، وبالتالي تشتغل زي نون سيلكتيف، تبدا تشتغل على طول على البيتا 1 وتديني سايد افكتس، تمام. ده بس رير يعني. ماشي، اذا نسينا احنا قلنا هندي حاجات تمنع تكسير السايكليك اي ام بي زي ثيوفيلين والامينوفيلين، بديها شورت اكتنج في حاله الامرجنسي، بتبقى سلولي انترافينس انفيوجن في حاله الستيتس ازماتيكس اللي احنا قلنا دي السيفير فورم بتاع برونكيال ازمه، هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. لونج اكتنج دي انا في حاله الكرونيك، دي بتبقى اورال غالبا، بتبقى ايه؟ اورال، تمام، برشام. انا هقول انا دلوقتي ايه؟ خلاص انا وسعت البروكا، انا هدي حاجات تقفل تمنع برونكوسباسم، انتي كولينرجيك، تمام، وحاجات بتمنع الميديتور، انتي هيستاميك وانتي لوكترين، بنسمي ده ريسبتور انتاجونست، نسمي المجموعه دي ريسبتور انتاجونست، اللي هي بتقفل مسكرين ريسبتور، تمام، زي مين؟ زي الايه؟ الاتروبين سبستيتيوت، الابراتروبيوم والاوكسيتروبيوم، ماشي؟ طيب حاجات بتقفل تمنع ميديتور زي الانتي هيستامينك، زي ايه؟ الترفينادين، الترفينادين تبقى ايه؟ وغالبا رير يعني، ماشي، دي بتقفل اتش 1 ريسبتور، بتمنع ان الهيستامين يشتغل ويعمل برونكوس باسم. طيب الانتي لوكترين، في عندنا المونتي لوكاست والزيلوتين، المونتي لوكاست اسمه في السوق سنجولير، تمام، ده بيعمل ايه؟ بيبلوك الريسبتور بتاع اللوكترين، بيبلوك الريسبتور بتاعت الالكترين، الزيلوتون بيمنع تصنيع الالكترين، مش احنا قلنا الالكترين كان بيصنع مين؟ الارشيدونيك اسيد، انا همنع تكوين الزيلوتون من الارشيدونيك اسيد، تمام؟ يبقى الريسبتور انتاجونست يا اما اقفل الماسكارونيك بالابراتروبيوم، يا اما اقفل الهستامين بالترفانادين، يا اما اقفل الالكترين بالمونتي لوكاس السنجولير والزيلوتون. ماشي، الانتي انفلاماتوري دراجز زي مين؟ زي عندنا الكورتيزون، الكورتيزون بالانهاليشن، بالانهاليشن او اورال او بارنتال. انهاليشن زي مين؟ زي البيكلو، بيكلو والفلوتيكا والبودي، تمام كده؟ يبقى البيكلو ميتازون، بيكلو ميتازون والفلوتيكا زون، تمام كده؟ والبودي سون، والبودي سونايد السايد افكت بتاعته احنا هنا بالتفصيل، هنا دي مشروحه بالتفصيل في الاندوكراين، زي مثلا الكاتاراكت، الجلوكوما، حاجات كتيره كده. هنا بقى ايه؟ ممكن يعمل هورسنس اوف فويس، هورسنس اوف فويس والاوروفارينجيال كانديديزس، عشان كده الراجل ده اللي بيشم اللي هو الانهاليشن ده بالكورتيكوسترويد لازم يتمضمض كويس بعد مين؟ بعد الكورتيكوسترويد عشان يمنع الكانديديزس. ماشي، الاورال، الاورال زي مين؟ زي البرينسولون، تمام؟ البرينترا زي الميثايوبنسولون والهيدروكوتيزون. طيب اذر انتي انفلاماتوري، ده الحاجات اللي بتقلل المناعه زي الجولد، الميثوتريكسين والسايكلوسبورين. ماشي، البروفلاكتيك، الحاجات هديها بقى ايه؟ ان بتوين اتاك، حاجات دي ايه؟ بتعمل بروفلاكسس، يا اما بينهبت امنع الريليس بتاع ميديتور بتاع من المصل سيل، يا اما ماسل سيل ستابلايزر ان انا بيه بحوط المصل سيل امنع الدي جرانيوليشن بتاعها، يا اما ادي انتي انتي بودي يعني انتي اميونوجلوبين اي، تمام، بنسميه الاوماليزوماب. واحده واحده كده، اول حاجه الدايسوديوم كروموبلاكيت، ده بيعمل ايه؟ بيحوط الماسل سيل ويمنع الريليس اوف ميديتورز من الماسل سيل، تمام. الكيتوتايفين ده بيمنع برضه الريليس اوف ميديتورز من مين؟ من الماسل سيل، هو ماسل سيل ستابلايزر، ماسل سيل كوت، يعني ايه؟ يعني بيحوط الماسل سيل ويمنع انها تفرقع، وكمان له انتي هيستاميك افكت. الاوماليزوماب ده انتي اوميجلوبين، يعني ايه؟ بيمسك في الاوميجلوبين اي فيمنع ان هو يمسك في الماسل سيل فما يحصلش ديجنريشن. طيب ده كان الاتاك، في اثناء الاتاك. طيب لونج تيرم كنترول، ان بيتوين اتاك انا بعمل ايه؟ ان بيتوين اتاك انا بعمل ايه؟ انا على حسب الستيب بتاعته، على حسب احنا قسمناها مايلد انترميتنت ومودريت انترميتنت وبرزستنت سيفير برزستنت وهكذا قسمناها. المايلد انترميتنت اثناء الاتاك انا هدي السابع اللي هو الشورت اكتنج بيتا اجونست اسمه السالبيوتامول، بنسميها الكويك ريليفر لانها بتشرب بسرعه. طيب ان بيتوين اتاك انا مش هدي حاجه، غالبا مش هدي حاجه، مش محتاج، تمام. طيب لو مايلد بريزيستنت، لو مايلد بريزيستنت انا هدي برضه السابع كويك ريليفر اثناء الاتاك. طيب وكنترولر بين بدون اتاك انا بدي ايه؟ انهيلد كورتيكوستيرويد. ماشي، في المودريت بريزيستنت انا بدي ايه؟ انا بدي برضه السابع اثناء الاتاك، انا كله بدي السابع اثناء الاتاك. طيب الكنترولر انا بدي ايه بدون اتاك؟ انا بدي ايه؟ بدي انهيلد كورتيكوستيرويد، بدي اللابا، تمام كده؟ يبقى بدي انهيلد كورتيكوستيرويد وبدي اللابا زي السالميتيرول. السبير بيرزيستنت انا بدي ايه؟ برضه اثناء الاتاك بدي السابع اللي هو مين؟ شورت اكتنج بيتا اجونست او اسمه كويك ريليفر زي السالبيوتامول. طيب في الكنترولر انا بدي حاجات زي مين؟ زي الانهيلد كورتيكوسترويد، زي اللابا والانتي لوكترينز زي السيلوتون، تمام؟ يبقى لو رجعنا كده تاني
احنا قلنا على حسب النايب والجين دي كلاسيفيكيشن، قسمناها على حسب الهيستوري، على حسب لانج فانكشن، قسمناها ستيب 1 2 3 4. ستيب 1 على حسب النوبات او الاتاك اللي بتجيله، كم مره في اليوم وكم مره بالنهار، كم مره بالنهار وكم مره بالليل. قال لك المايت انترميتنت بتجيله مره في اليوم، مره في اليوم، وبتجيله مره في الشهر بالليل، تمام؟ الريسبيرتوري فانكشن اكتر من 87%، يعني تقريبا نورمال، تقريبا نورمال. ستيب 2، ستيب 2 بتجيله مره في اليوم، مره في اليوم بالنهار، واكتر من مرتين في الشهر بالليل، تمام؟ ريسبيرتوري فانكشن اكتر من 87%. المايلد اسمها مودريت بيرسيستنت، بتجيله كل يوم، تمام؟ السيمبتوم بير نايت بتجيله اكتر من مره في الاسبوع، تمام؟ ريسبيرتوري فانكشن من 60 80%. الستيب 4 سيفير بيرسيستنت بيجيله على طول كونتينوس فريكوانت، تمام؟ الريسبيرتوري فانكشن بتبقى ايه؟ اقل من 60%. ماشي، احنا قلنا في العلاج بتاعها كلهم بدي ايه؟ البرين از نيدد، يعني لو انا محتاج ادي في الاتاك اثناء الاتاك بدي كويك ريليفر اللي هو السابع، اللي هو ايه؟ السابع الشورت اكتيف بيتا اجونست، او اسمها ايه؟ السالبيوتامول، تمام؟ الكنترولر ان بتيون اتاك انا في الاول مش بدي حاجه، تمام؟ لو دخل في ستيب 2 بديله انهيلد كورتيكوسترويد، دخل في ستيب 3 بديله انهيلد كورتيكوسترويد زائد مين؟ زائد اللابا. ستيب 4 بزود مين؟ الانتي لوكترينز. ماشي، احنا قلنا مين هم الكويك ريليفر اللي بيشتغلوا بسرعه بديه اثناء الاتاك، اللي هم السابا والانهيلد كورتيكوسترويد، تمام؟ والانهيلد انتي كولينرجيك والاي في كورتيزون والشورت اكتنج زانسي، تمام؟ اللي هو الانترافينس انفيوشن. الكنترولر الحاجات ان بيتوين الاتاك يبقى اكيد اورال، يعني اورال يعني ايه؟ برشام او سبكوتينس مثلا. طيب لونج اكتنج اللابا يعني اللونج اكتنج بيتا اجونست زي التيربيتالين، تمام؟ انهيلد كورتيكوسترويد او اورال، انهيلد او اورال. انتي لوكترينز والدايسوديوم كروموجليكيت مصر ستابلايزر واللونج اكتنج زانسين، تمام؟ طيب في كلاسيفيكيشن موجود في الاطفال، قال لك على حسب ايه؟ قسموها مايلد ومودريت وسيفير، على حسب الريسبيراتوري ديستريس والديسنيا والبلس بلا بريشر الاوسكالتيشن بالمودري فانكشن اند اوكسجين سيتريشن والاوكسجين. الريسبيراتوري ديستريس مايلد مودريت سيفير، مايلد مودريت سيفير، تمام؟ الديسنيا هنا بتبقى اكزرشنال، هو ماشي وهو ايه؟ ماشي، هنا بتبقى اتريست. البلس هنا اقل من 100، من 100 120، اكتر من كام؟ 120. الاوسكالتيشن كلهم اسمع ويزز، لا مش كلهم، المايلد والمودريت هسمع ويزز. في المايلد بتبقى اكسبيراتوري، تمام؟ اثناء الاكسبيريشن. المودريت بسمع الويزز انسبيراتوري واكسبيراتوري. في السبير ده سايلنت، يعني مش بسمع حاجه خالص. طيب امتى؟ قال لك انا واقف في الاستقبال مثلا، سمعت جيت اسمع على الشيست ما سمعتش حاجه، يبقى الراجل ده ما عندوش حاجه؟ لا، سايلنت يعني ايه؟ يعني دلوقتي ايه حصل؟ يعني الاوبستراكشن كبير، الهواء مش عارف يخرج اصلا، فما فيش تزييقه. لو في تزييقه ده انديكيت ان في بارشل اوبستراكشن، يعني الهواء بيخرج، الهواء بيعرف يخرج، في تزييق كل حاجه بس الهواء بيعرف يخرج. ما سايلنت يعني الهواء محبوس مش عارف يخرج، يبقى دي ايه؟ دي حاله امرجنسي. الريسبيرتور فانكشن في الاول تبقى نورمال، بعد كده من 60 ل 80%، بعد كده اقل من 60%. الاكسجين ساتوريشن يعني ايه ساتوريشن؟ يعني كميه الاكسجين اللي واصله للتشو، الدرفيوجن يعني اللي واصله ايه للتشو، هنا اقل اكتر من 95%، هنا 90 95، هنا اقل من 90. طيب الاكسجين تنشن يعني نسبه الاكسجين في الدم، يعني الهيموجلوبين شايل قد ايه، تمام؟ اقل من 75، هنا اقل من 75، هنا هي اقل من اكبر من 45، تمام؟ على حسب بقى قسموها برضه في الاطفال ميجور وماينور كرايتيريا، على حسب اسمها حاجه اسمها الازمه بريدكتيف اندكس او اي بي اي، على حسب الهيستوري، هيستوري الاتاك، وعلى حسب الكرايتيريا، واحد ميجور واثنين ماينور كرايتيريا، تمام؟ قال لك الميجور كرايتيريا هم مين والماينور هم مين. الميجور كرايتيريا قال لك ايه؟ بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني مثلا عند ابوه او امه عنده مثلا ازمه، بوزيتيف فاميلي هيستوري. طيب اذر الرجيك ديزيز، مش احنا قلنا الاكسترينسيك ازمه، الاكسترينسيك كانت اسوشيتد مع اذر الرجيك ديزيز زي الرجيك راينيتس والاكزيما، برضه ايه؟ الاكزيما، تمام؟ طيب لو الطفل عنده ايه حساسيه ضد مثلا البولين، حبوب اللقاح، المولد اللي هو الطين والحاجات دي، داست مايت، تمام؟ طيب اعرفها ازاي؟ بالسكين تيست، بالاختبار الحساسيه او البلاد تيست. الماينور كريتيريا لو في هيستوري اوف ويزنج، هيستوري اوف ويزنج، لو في بلاد تيست اعمل، عملت سي بي سي لقيت في ايزينوفيل، تمام؟ لو عملت اختبار حساسيه لقيت عنده حساسيه ضد اللبن، ضد البيض، ضد الفول السوداني والمشهور فول السوداني، تمام؟ يبقى لو واحد ميجور واثنين ماينور، واحد ميجور او اثنين ماينور، بس يبقى ايه؟ يبقى الراجل ده، يبقى الطفل عنده ايه؟ عنده ازمه. ماشي، الستيتس ازماتيكس، الستيتس ازماتيكس هي ميديكال ايمرجنسي، معناها ايه؟ سيفير فورم اوف ازمه، سيفير فورم اوف ازمه، تمام؟ دي ريكواير ايه؟ immediate تريتمنت، تمام؟ ممكن دي تبقى ايه؟ ريزيستنت تريتمنت، ريزيستنت تريتمنت، هي لايف ثريتنج كونديشن. طيب مانيفستيشن ريسبيريشن، بلاقي في ايه؟ مش عارف يكمل جمله على بعضها، كله مثلا قول اسمك، مش عارف يقول اسم، مش عارف يقول اسمه على بعض، تمام؟ inability to complete one sentence in one breath،
ما انت كيبنيا الاسبيرت ريت ممكن يوصل ل 25، هو اقصى حاجه 20، انا ايه ممكن يوصل اكتر من خمسه، اكتر من 25. البلس بلسس بارادوكسس، احنا قلنا اللنج بتودي فينس ريتيرن للايه للديتا سايد الظهر، تمام. قال لك اثناء الانسبيريشن اثناء الشهيق بيحصل اكسبانجن لللنج، فاللنج بتتملي هواء وبالتالي بتستوعب كميه اكبر من الدم، فالفينس ريتيرن اللي رايح لللنج للديتا سايد بيبدا يقل، فبالتالي الكارديك اوتبوت اثناء الانسبيريشن يبدا يقل شويه، فالبلاد بريشر يبدا يقل شويه اثناء الانسبيريشن. البالسس بارادوكسس معناها الاكساجريشن اوف نورمال فينومينا، يعني ايه؟ دلوقتي الهواء اتحبس، حصل هايبر انتليشن، اللنج اتملت هواء وبالتالي استوعبت دم اكتر من الاول، فالفينس ريتيرن هيبدا يقل اكتر من الاول، الفينس ريتيرن اللي رايح للليفت سايد هيبدا يقل اكتر من الاول، فالسيستوليك بلاد بريشر او البلاد بريشر بتاع اثناء الاسبيريشن يبدا يقل اكتر من الاول، بنسميها بالسس بارادوكسس. هو اسم خاطئ لان البارادوكسس معناها عكس متوقع، ولكن هو مش عكس متوقع على حاجه. طيب تاكي كارديا ممكن يبقى اكتر من 110، الريسبيرتي فانكشن بتقل جامد اقل من 50%. طيب المانيفستيشن سايلنت شيست، احنا قلنا الهواء مش عارف يخرج، فمفيش تزييق، مفيش تزييق اصلا، الهواء مش عارف يخرج اساسا. سنترال ساينوزز نتيجه اكيوميشن للسي او 2 وانكريس ريديوس هيموجلوبين، تمام. ومشكله كمان ممكن تاثر على الريسبيرت سنتر، الكونفيوشن او كوما، تمام. الريسبيرتر فانكشن قلنا بيقل جدا اقل من 30%، اقل من 30% او اقل من 50 او اقل من 30، تمام. الاي بي جي في الاول بيبقى ايه؟ هايبوكسيميا، الاكسجين بيقل اقل من 60، بعد كده هايبر كابنيا، السي او 2 اكتر من كام؟ اكتر من 5، اكتر من 45، تمام. البي اتش قليل عشان حصل اسيدوزس، ماشي. نعالجه ازاي؟ نعالجه ازاي؟ اولا هوسبيتاليزيشن، ادخله اي سي يو، ادخله الاي سي يو وحده العنايه المركزه، تمام. ادي له حاجات شغاله بسرعه، ادي له كويك ريليف، ادي له حاجات انتراميس افيوشن شورت اكتنج بالاي انترافينس او انتراميس افيوشن او انهاليشن، حاجات سريعه، او النيبيولايزر، تمام. بيتا اجونست، النيبيتا اجونست بنيبيولايزر زي مين؟ زي سلابيوتامول مثلا، تمام، او بارنتر انتراميس افيوشن، تمام. يبقى السلابيوتامول اديها يا اما بالنيبيولايزر يا اما بارنتر انتراميس افيوشن. الانتي كولينرجيك بديها برضو بالنيبيولايزر او الانتي او اسمها ايه انترانيس فيوشن، تمام. الامينو فيد مش ادي شورت اكتنج، ادي شورت اكتنج انترافينس فيوشن، على محاليل عشان ينجز بسرعه، تمام. ادي له كورتيزون كمان، تمام. بدي الاول لودنج دوز 5 مللي جرام بالكي جي لمده نص ساعه، بعد كده مينتنانس دوز 5 مللي جرام بالكي جي بالاور. طيب لو نو ريسبونس ازود كورتيزون، عباره عن ايه؟ ميثايل برنسولون او الهيدروكورتيزون او الاورال برنسولون، تمام. بعد كده الفكره بقى ان الكورتيزون لازم نعمل جراديوال تابرنج، تمام، عشان ما يحصلش مانيفستيشنز بتاعه السايد افكت بتاعه الايه الكورتيزون، تمام، الكوشينود والحاجات دي، ماشي. سبورتر عايز اكسجين اديله اما بالماسك يا اما مكان كده ديليشن، تمام. اكوريكت الاسيلوزس، اكوريكت الالكترولايت امبالانس، يعني مثلا عنده هايبر هايبر كاريميا، عنده هايبر ناتريميا، عنده مثلا اسيلوزس، اديله باي كارب والحاجات دي، تمام. ميكانيك ميتريشن ادخله على الجهاز النبض الصناعي لو حاله ريزيستنت. في كلمتين كده موجودين في الاطفال، النويزي بريزنج، انواع النويزي بريزنج، سنورينج، سترايدر، راتلينج، ويزنج، جرانتينج، دي عشان مقارنه بس، عشان لو جت في الاطفال نكتبها في الريتن، تمام، او ممكن ام سي كيو. عايز اعرف وصفهم، الكاركتر بتاعهم، عايز اعرف الميكانيزم بتاعهم اللي هي اسمها دي تي دي يو 2، الميكانيزم بتاعهم، الكوزس اللي هو السبب، تمام، ماشي. السنورينج بص كده، يعني نبص مع بعض كده، كلهم انسبيراتور، كلهم ايه انسبيراتوري ما عدا الويزنج اكسبيراتوري والجرانتنج اكسبيراتوري، عشان نحفظهم يبقى كلهم انسبيراتوري ما عدا اخر اثنين الويزنج والجرانتنج اكسبيراتوري، تمام. طيب الاسترايدر كونتينوس هارش، هناخده في فيديو لوحده، تمام. طيب كلهم الميكانيزم بتاعهم يبقى بارشال اوبستراكشن، بارشال اوبستراكشن، تمام، ما عدا اخر واحده الجرانتنج يبقى فورس الاكسبيريشن اجينست الكلوزد ايبيكلوز، يبقى الطريق مقفول وعمال ايه ينت لانه بيطلع الهواء اجينست ريزيستنس، تمام. يبقى كلهم بارشال اوبستراكشن ما عدا الجرانتنج فورس الاكسبيريشن اجينست الايبيجلوتس، ماشي. طيب بس الفكره بقى ايه؟ انا قافل فين بالظبط؟ يعني الستونيك انا بقفل في النوز ونزوفاركس، الاسترايدو بقفل في اللاركس والتراكيه، تمام. الراتلينج انا بقفل في الميجور برونكاي عطر السكريشن، الويزنج انا بقفل في السمول برونكاي والبرونكيول، تمام. يبقى ايه؟ كلهم بارشال اوبستراكشن، بس الفكره انا قافل فين بالظبط؟ طيب السبب بتاعها السنورينج بيبقى ادينويد او نزل بوليب. طيب الاسترايدور ليها اسباب بالتفصيل المهم، الاكيوت والكرونيك هناخدها في فيديو لوحدها ان شاء الله. الراتلينج ليها حاجات بتاعت النيومونيا، الكريبريشن، ان الهواء الطقطقه بتاعت الهواء، الطقطقه دي الهواء بيدخل على ميه، الهواء داخل على اكسيريت يعمل طقطقه او الخرفشه دي، الطقطقه دي ممكن تبقى سمول سايز او ميديم سايز او ايه او كورس او كورس، تمام. الويزنج التزييقه دي، تمام، التزييقه دي برضو ايه هناخدها دلوقتي بالتفصيل. طيب الجرانتنج دي بتبقى ايه؟ عندنا حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس، قسمناها جريد 1 و2 و3. الجريد 1 كانت التاكيبنيا والوركينج الانزايم، جريد 2
كان ايه الريتراكشن، انتر كوستال ريتراكشن او سب كوستال ريتراكشن، جريد 3 الجرانتنج، وجريد 4 الساينوزس. طيب الويزيشست، الويزيشست الصدر لما يكون مزيق، الام تيجي تقول ان الطفل صدره بيزيق، دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكسبيراتوري ساوند. يعني ايه؟ اللي احنا قلنا الانسبيريشن بيبقى عمليه اكتف، الشهيق عمليه اكتف، بتشفط الاير واي وبتشفط البرونكاي، بتعمل اكسبانشن، اما فبتفتح الاير واي غصب عنها حتى لو في اوبستراكشن. اما الاكسبيراتوري هي عمليه باسيف، فالهواء خارج على مهله، فبالتالي لو الطريق مقفول هيزيق، يبقى هو اكسبيراتوري ساوند، ميوزيكال موسيقي كونتينوس، تمام، نتيجه بارشل اوبستراكشن، نتيجه بارشل اوبستراكشن، حاجه قافله بارشل، تمام، اللي هو خارج يعمل ايه؟ تزييق. ماشي. الجريب بتاعها ما نتلخبطش، احنا قلنا الجريب بتاعت الجريب بتاعت اسمها ايه؟ ريسبيراتوري ستريس. لسه احنا دلوقتي الجريب بتاع ويزنج مختلفه شويه، جريد 1 و2 و3 و4. جريد 1 ويزنج بس، تزييق بس. جريد 2 ويزنج زائد تاكيبنيا، الريسبيراتوري ريت عالي. جريد 3 ويزنج زائد ريتراكشن. جريد 4 ويزنج زائد ساينوزس، تمام. الكوزس اسباب اكيوت اكرون، الاكيوت ادي ايه؟ اي بي ودي سي، تمام كده، ودي بي تانيه وفورم بودي، يبقى اي بي سي، اي بي سي وفورم بودي، تمام. الاي ازمه، الفيرست اتاك من ازمه نسميها اكيوت. كل ما هو كرونيك، البرونيك ازمه غالبا كرونيك، ولكن كل ما هو كرونيك كان بدايته اكيوت، يبقى الفيرست اتاك من ازمه تعتبر ايه؟ كونسيدر تو بي اكيوت، تمام. البي اكيوت برونكيولايتس، هناخدها برضه في فيديو لوحدها. طيب سرير برونكو نيموني. طب السي، السي كونجستيف هارت فيلير، اكيوت كونجستيف هارت فيلير. الاف فورم بودي، يبقى الاي ازمه فيرست اتاك، والبي برونكيولايتس، والبي برونكو نيمونيا، تمام، والسي اكيوت كونجست هارت فيلير، والفورم بودي. الكرونيك هنشوف الاكيوت هنحط قصاره حاجه، يعني مثلا برونكي الازمه كانت فيرست اتاك، هنا تبقى برونكي الازمه تبقى كرونيك مستمره معاه. الاكيوت برونكولايتس هنا برونكيولايتس اوبل ترانس، هنا فورم بودي برضه مكمل معانا فورم بودي. الاكيوت كونجست هارت فيلير هنا هتبقى كرونيك هارت فيلير. البرونكو نيمونيا هنزود بقى هنا البرونكو بالمونري ديسبليزيا، قال لك الابيثيليوم بتاع البرونكاي بيبقى بيتحول، اللي بيحصل فيه ديسبليزيا او ميتابليزيا بيبقى بريكانسرس، تمام، نتيجه ليه؟ الكونتينوس اريتيشن، تمام، او ريكارنت اريتيشن. يحصل اسبيريشن نتيجه مين؟ نتيجه الجرد، نتيجه ليه؟ فارينجيال ان كوردينيشن. يحصل ريكارنت شيست انفكشن زي مين؟ زي سيستيك فايبروزس والتي بي. ازاي اشخصه؟ ازاي اشخصه؟ من الهيستوري هنقول الحاجات اللي احنا قلناها دي، يعني هنقول الاسباب دي، كل سبب هنقول قدامه كلمه. يعني مثلا الازمه، الازمه يبقى بوظ الفاميلي هيستوري. الاكيوبرونكولايتس بتيجي في الاطفال اقل من سنتين، بتيجي غالبا في الشتاء والربيع. الفورم بودي هلاقي في فورم بودي، هلاقي في فورم بودي. الهارت فيلير، الهارت فيلير هلاقي مانيفستيشن بتاع هارت فيلير زي الارثوبنيا والايديما والحاجات دي. البرونكو نيمونيا هلاقي مثلا ايه في الشست اكس راي، هلاقي فيها ايه مثلا ايه بطش اللي هو ايه الباتشي باتش كونسوليديشن. السيستيك فايبروزس هلاقي فيه ايه البوزيتيف فاميلي هيستوري عشان هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، تمام، وقتها بتبقى عباره عن ايه حويصلات كده نتيجه ليه حاجه اسمها ايه ميوتيشن في جين معين على الكروموسوم رقم 7، بيحصل ايه الكودرايد تشانل بتتضرب، فبالتالي السويت يبقى فيزد، تمام، والسكريشن لو ميوكس بيبقى فيزد. بيحصل حويصلات على مستوى الجسم كله، في اللنج، في الجي تي، في البنكرياس، الليفر، اللنج، في كل حته، تمام. الفاس ديفرنس في الميجر سيستم. التبي، التبي هلاقي في ايه مشيش، هلاقي لو عملت مثلا تيوبركيوليز هلاقي بوزيتيف، ماشي. طيب وانا بعمل اكزامينشن برضو ايه بتفرق. طب انفستيجيشن هعمل اكس راي واتفرج اشوف فيها ايه الكوز، على حسب الكوز. لو في فورم بودي هشيله او هلاقيه، هلاقيه اول بعد كده اشيله. اعمل اي بي جي هلاقي فيه مثلا اسمها ايه اللي بيجي، هلاقي فيه هايبوكسيا هايبركابنيا. طب الكالتشر اند سنسيتيفيتي، لو في انفكشن زي مثلا برونكو نيمونيا هلاقي اورجانيزم المسبب للنيمونيا دي، تمام. سويت كودرايتس في حاله مين؟ في حاله السيستيك فايبروزس، احنا قلنا بيبقى مشكله في الكودرايت شانل، هلاقي الكودرايت عالي والصوديوم بار والصوديوم بار، تمام. الفيزيكيشن دي تي بي زي التوبركيوليز والحاجات دي، ماشي. التريتمنت اعالج برونكي الازمه زي ما احنا قلنا، وبرونكيولايتس هناخدها في فيديو لوحدها، واعالج الهارت فيلير، اعالج برونكو نيموني، تمام. طيب لو في فورم بودي اخش اشيل ريسبيرات سبورت، عايز مثلا الاكسجين اديله بالماسك، اديله ام دي فلويد الفيه واكله، تمام. طيب لو عايز مثلا ادخله على كام فنتيليشن ادخله. طيب لو في انفكشن مثلا اديله انتي بايوتيك عشان ايه؟ سيستيك فايبروزس افويد مين سكند بكتيريا انفكشن.